مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات نجوم الفن الجميل. احنا النهاردة هنتكلم عن فارس من فرسان الاغنية العربية. كتب مئات الاغنيات التي اثرت الساحة الفنية على مدى سنوات طويلة، وهو اسم يتردد على اسماعنا يوميا، وشكل وجدان الجماهير المصرية والعربية. هو الكاتب والشاعر الكبير حسين السيد. اتولد حسين السيد في مدينة طنطا يوم 15 مارس 1916 من أب مصري وأم تركية، وكان خاله الشيخ تكية من التكاية اللي بيتجمع فيها الدرويش زمان. وكان حسين السيد وهو صغير حريص جدا انه يحضر كل يوم جمعة الندوة اللي كان بينظمها خاله، وبيحضرها عدد من الدرويش اللي بيقدموا فيها موسيقاهم وأغانيهم الدينية. ومن هنا بدأت عنده الحاسة الموسيقية من حفظه وترديده للأغاني اللي كان بيسمعها في الندوات. وبعد ما تم دراسته في الابتدائية في طنطا، حضر مع والديه للقاهرة، لأن والده كان تاجر كبير، كان تاجر مواد غذائية بيوردها للجيش. حسين السيد كان وحيد على بنتين، فكان مدلل بالنسبة لأمه، فكان أبوه أسلوبه ناشف معاه علشان يطلعه راجل ناشف، فما كانش عايز يدخله مدرسة الفورير. فأصدقائه نصحوه وقال له ما تقلقش، مدرسة الرهبان فيها التزام وفيها انضباط أكتر وهيتربى تربية كويسة. وفعلا دخل مدرسة الفورير الفرنسية، وهنا بقى الثقافة الفرنسية زائد الموهبة الربانية اللي عنده زائد إلقائه للغة العربية، فهو كان متفوق على جميع زملائه، وخصوصا في اللغة العربية وحفظ الأناشيد. وشهد لي في ذلك الدكتور زكي مبارك اللي كان وقتها مفتش عام على المدارس الأجنبية في مصر، لما طلب من التلاميذ أنهم يكتبوا موضوع إنشاء على عطلة نهاية الأسبوع. وكان حسين السيد الوحيد ما بين زملائه اللي حصل على أعلى درجة، كما حصل على إعجاب المفتش زكي مبارك اللي قال لمدرس اللغة العربية أستاذ مرجان أفندي ان ياخد باله من هذا الولد، ان هذا الولد هيكون ليه شأن كبير، وخصوصا لما عرف ان هو بيكتب شعر. وحصل حسين السيد على شهادة البكالوريا، لكن ما قدرش يكمل دراسته في كلية الاداب، لان الظروف هي اللي حددت مستقبله بوصفه الابن الوحيد العائل الاسرة، وكان عليه ان هو يحل محل الوالد في التجارة وتوريد الاغذية علشان يقدر يواجه متطلبات الحياة. وفي عام 1938 ظهر إعلان في جريدة الأهرام بتطلب فيها شركة أفلام عبد الوهاب وجوه جديدة للظهور في فيلم يوم سعيد. وكان حسين السيد وقتها بيتمتع بقدر كبير من الوسامة والجمال. هو طموحه مش أنه يكون ممثل، ولكن كان عايز ياخد التمثيل سكة، عايز يحط رجله في المجال ده عشان يقدر يقول يا جماعة أنا بكتب. ده لو كان نجح كممثل، لكن ما كانتش فكرة التمثيل هي اللي بتلح عليه، بس كان يعتبر هو الباب اللي هيفتح له السكة دي. فراح المسابقة وكان عبد الوهاب وعبد الوارث عسر ومحمد كريم. وهو في البلوتوه سمع ان عبد الوهاب بيدور على اغنية تصلح لموقف معين. حسين السيد قال لهم ممكن تقولولي الموقف ده ايه؟ فطبعا هم قابلوا الموقف بسخرية، يعني ازاي انت يا ابن سنك 22 سنة فاكر نفسك انك هتقدر تعمل كل حاجة؟ فعبد الوهاب بكل بساطة وصدر رحب قال مش هنخسر حاجة لما نسمعه، تعال يا ابني. انا يا سيدي مستعجل ورايح اقابل حبيبتي وراكب الحنطور، فعايز اغنيه بالمعنى ده وهتبقى على الريتم بتاع هدوء الحصان، هتجيبها لي امتى؟ حسين السيد قال له خلاص هجيبها لك بكره. ومن هنا حسين السيد ما نامش الليل وقال دي فرصتي اكون او لا اكون، وكتب الاغنيه فعلا، فضل يغنيها ويرددها كم مره لحد ما حفظها. جيت انا يوم الصبح قابل عبد الوهاب في مكتبه، فمسك الورقه وعمال يردد كلمات الأغنية رغم أنه حافظها، بس ماسك الورقة وبيبص يشوف رد فعل عبد الوهاب إيه، وكانت أغنية اجري 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 وديني أوام وصلني. فعبد الوهاب بص للمخرج محمد كريم، محمد كريم بص لعبد الوارث عسر، وعبد الوارث عسر بص لسليمان نجيب، انبهروا بكلمات الأغنية، عجبت عبد الوهاب جدا، وكانت تعتبر هي فتحة خير عليه. عزم عبد الوهاب على العشاء، قالوا سيبك بقى من التمثيل خليك في التأليف أحسن. فعلا شكل ثنائي ناجح جدا مع عبد الوهاب، عمل لعبد الوهاب احلى واجمل اغانيه. وكان حسين السيد يحب ياخد الفيلم من بابه، عمل لليلى مراد بتاع اكتر من 40 اغنيه، فكل فيلم من افلام ليلى مراد
كان بيتطلب 5 أو 6 أغاني، زي فيلم عنبر، زي غزل البنات، زي خاتم سليمان، كلها من كلمات حسين السيد. وكتب لعبد الوهاب بلاش تبوسني في عينيا ويا مسافر وحدك، وطبعا أغنية عاشق الروح اللي غناها في فيلم غزل البنات، واللي يعتبر حسين السيد لخص فيلم غزل البنات كله في الغنوة دي. وعمل عاشق الروح وبفكر في اللي ناسينه، لا مش انا اللي ابكي، وفين طريقك فين، وخي خي، وقول لي عمل لك ايه قلبي، وعلشان الشوك اللي في الورد، وحبيبي لعبته، وتراعيني اراك ارعيك قراطين. فاجمل اغاني عبد الوهاب وعملها حسين السيد. ده غير بقى اغاني حسين السيد مع عبد الوهاب اللي عملوها المطربين تانيين، يعني مثلا مع عبد الحليم حافظ عملوا ظلموه، اهواك، كنت فين، عقبالك، يوم ميلادك، يا قلبي يا خالي. كل الاغاني دي عبد الوهاب حسين السيد، اغنيه توبه، قول لي حاجه. بالنسبه للاغاني اللي عملوها النجاة، شكل تاني، حبك انت شكل تاني، القريب منك بعيد، عاليادي، مرسال الهوى، وعملوا مع فايزه احمد ست الحبايب وحمال الاسيه. فعمل شغل جامد جدا مع عبد الوهاب، وتعامل ايضا كتير مع السنباطي، اتعامل مع محمد الموجي، زي اغنيه جبار لعبد الحليم، زي اغنيه يا قلب خب العيبان عليا، وعمل برضه مع الموسيقار منير مراد اغنيه حاجه غريبه لعبد الحليم وشاديه. ما تيجي تنظر الى حسين السيد كشاعر وتفصصه كده، تحس قد ايه ان الراجل ده موسوعي. كتب الاغاني الخفيفه والاغاني التقيله والاغاني الحزيني والاغاني الفرايحي، الاسكتشات، الاوبرتات، اغاني الاطفال، اغاني الاسره، يعني زي ما بيقولوا كتب من الابره الى الصاروخ. تخيلوا ان الشاعر اللي كتب افكر في نلاثيني هو نفس الشاعر اللي كتب كوتوموتو، هو نفس الشاعر اللي كتب اغنيه ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. وكان رائع اغاني الاسره، يعني زي ما كتب لفايز احمد اغنيه يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، اغنيه ست الحبايب، اول اغنيه مصريه تتعامل عن الام، وفي نفس الوقت احسن غنوه اتعملت عن الام ولسه عايشه لحد تاريخ النهارده. بعدها شوفوا كام اغنيه اتعملت عن الام بعد ست الحبايب، عشرات الاغاني. ومع ذلك كل عيد ام لازم نسمع اغنيه ست الحبايب، الاغنيه دي ما يختلفش عليها اتنين. وبرضه اول من كتب اغاني الاطفال زي ماما زمانها جايه، ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، اكلك منين يا بطه لصباح، يا اخواتي بحبها ده حبيبه امها. هو ده حسين السيد، يعني شوفوا كميه التنوع. اغاني الاسكتشات بتاعت الثلاثه اضواء المسرح، كوتوموتو، دكتور الحقني. وبالنسبه لفوازير رمضان اللي كانوا بيعملوها الثلاثه اضواء المسرح على مدى 8 سنوات مع المخرج التلفزيوني محمد سالم، برضه كانت كلها من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد. وعبد الوهاب كان بيقول حسين السيد وهو بيكتب ودنه فيها الحس الموسيقي، وجميع المطربين والمطربات في مصر وفي العالم العربي غنوا من اغانيه اجمل واروع الاغاني اللي اتعملت في تاريخ الفن المصري. ولكن لن يتعامل مع السيده ام كلثوم، كانت ام كلثوم بتعتبر ان هو الشاعر الملاكي لعبد الوهاب، ان ام كلثوم كان ليها فريقها وعبد الوهاب ليه فريقه، فما كانش ينفع ان ام كلثوم وحسين السيد يتعاملوا مع بعض. ولكن من بعد ام كلثوم وعبد الوهاب ما تعاملوا مع بعض في اغنيه انت عمري، كان ممكن يكون متاح لحسين السيد ان هو يتعامل مع ام كلثوم. وكان عبد الوهاب معاه اغنيه شكل تاني، حبك انت شكل تاني بتاعت نجاه، وكان بيرددها وبيدندنها قدام ام كلثوم، عجبتها فقال لها دي بتاعت نجاه تاخديها. فام كلثوم قالت عادي مفيش مانع اخدها، بس زودوها كوبليه لانها متعوده على الاغاني الطويله. بس الخبر وصل للصحافه بطريقه اساءت لام كلثوم، انها عايزه تاخد اغنيه من مطربه تانيه، فاعتذرت ام كلثوم عن الاغنيه، وما حصلش نصيب ان حسين السيد يتعامل مع ام كلثوم. وفي مره من المرات برضه كان حسين السيد هيديها اغنيه في يوم وليله، فام كلثوم حبت تعدل على كلماتها، لان عبد الوهاب وحسين السيد لما بيعملوا اغنيه مع بعض كان ممكن عبد الوهاب يعدل على بعض الكلمات، ان عبد الوهاب مثلا هو بيلحن الغنوه يقول لحسين السيد غير لي الكلمه دي وحط مثلا مكانها كذا، عشان الحته دي مش جايه معايا، الحته دي مش عارفه اظبطها كويس. فكان حسين السيد يشيل كلمه ويحط كلمه بدلها بحيث ان عبد الوهاب يعرف يظبط اللحن. فطبعا ام كلثوم حبت تغير من بعض كلمات الاغنيه، فحسين السيد مرضيش، شافها ان هي مثلا بتختبره، هل انت هتعمل معايا زي ما كنت بتعمل مع الاستاذ عبد الوهاب ولا لا؟ فطبعا حسين السيد رفض تماما ان ام كلثوم تغير كلمه من الاغنيه. فاداها الورده وغنتها ورده ونجحت الاغنيه مع ورده. من حظ حسين السيد الجميل قوي ان هو التقى بعبد الوهاب، ومن حظ عبد الوهاب الجميل قوي قوي ان هو التقى بحسين السيد. عبد الوهاب شاف حسين السيد ان هو الشاب شاعر الاغنيه الجديده الحديثه المتفتحه، وحسين السيد شايف ان هو عبد الوهاب
مطرب الملوك والأمراء، فكان هما الاتنين في احتياج إلى بعض، وعملوا كوكبة من أجمل وأروع الأغاني اللي اتعملت في تاريخ الفن المصري، سواء الأغاني اللي غناها عبد الوهاب بصوته، زائد الأغاني اللي لحنها للمطربين ومطربات تانيين، سواء لعبد الحليم أو نجاة أو فايزة أو وردة أو ليلى مراد، كلها أغاني بلا استثناء في منتهى الروعة والجمال. دي بالنسبة لحياة حسين السيد الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية، هو تزوج مرة واحدة من خارج الوسط الفني، ومراته دي كانت ملهمته اللي كتب لها الغنوة اللي غناها عبد الوهاب، حبيبي ياللي خيالي فيك ياللي حياتي هتكمل بيك، ومعاه ولدين وبنت. بالنسبة للحظات حسين السيد الأخيرة، إن هو كان عمره 67 سنة أصابته جلطة في المخ، وكانت مراته سافرت إعارة لجامعة الإمارات، وكان هو وحيد وكان بيشتكي من المرارة. جوز بنته قال إن إحنا نروح للدكتور، بنته خافت إنه يروح لوحده، فطلبت من جوزها إنهم يروحوا له مع بعض، وكان هو ساكن في عمارة في الأوبرا، فخبطت على الباب محدش بيرد. جوز بنته ظن إن هو خرج، لكن بنته شافت النور من شراعة الباب، معناها ان هو في الشقة، وده اللي خلى بنته تخاف وتقلق، وان البغبغان بيتكلم، ومن المألوف ان البغبغان ما يتكلمش لما يكون لوحده. فكسر شراعة الباب، لقى حسين السيد ملقى على الارض والقلم في ايده، يعني كان بيكتب لاخر نفس في حياته. بعد كده ظل في العناية المركزة يومين ثم توفى يوم 27 مارس 1983، على عمر يناهز 67 عام، بعد ما ترك لينا مكتبة من أجمل وأروع الأغاني اللي بنرددها كل يوم. رحم الله الشاعر الكبير حسين السيد. عجبك الفيديو؟ دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.